السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الورد والياسمين إخوتي الكرام، ألف تحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. وما نساوش خوتنا اللي راهم في الهجرة وخوتنا كامل اللي راهم يتبعوا فينا في أنحاء يعني العالم. ربي إن شاء الله يجعل هذا العام خير وبارك. اللهم أغذنا غيثا نافعا ليس ضار. هنا راني راح ندخل السانسونيك وحبيت اليوم يعني كي صبت شويه مطر حبيت نحكي على الطريق. سيعدوا رواحكم خاوتي في التأني سلامه في العجله نادامه، وخاصه المطر كي تكون هذا وين بدات يعني تلقى الطريق ماشي مغسوله مليح ويعني تولي صابون يعني كانك تمشي على المرايه، يعني صعيبه سياقه شويه وخاصه اصحاب الوزن الثقيل. وخي راكم تعرفوا خاوتي القانون راه تبدل، ما بقاش كما بكري سحب الرخصه، هذوك اللي يغلط يخلص يعني من جهة عند رب العالمين ولا عند الدولة. والله يعني خاوتي لازم تديروا حسابكم القانون، وخاصة للحمولة الزائدة يعني صعبوه لدرجة يعني ما تصورش. البارح كما رام يحكيوا عليه يا خاوتي تزيد 5 قناطر تسلك عليها 500 ألف، 2 قناطر وحسب وحسب كثر على روحك، قد ما تكثر يكثروا لك. الإنسان يعني اول حاجه يحاضر على روحه ونحاضروا على الطريق نتاعنا ونحافظوا، يعني والله اللي عنده خاوتي يعني عنده يعني ما يقدرش يعني عنده حكمه باش ما يسرجيش. حتى انت تسوق مرتاح، انا سبحان الله العظيم ما خير نهز جيبي فرغانين ولا نمشي شرشار. الانسان يمشي كل واحد واش كتب له ربي لك 40 طن هيز 40 طن 19 طن هيز 19 طن وتمشي مرتاح، المركبه تاعك تبقى مليحه وانت تبقى مليح وخاوتي ونروحوا في لاباس في امان الله، لاباس بخير. الانسان اللي جا بخير وعافيه لدارو كيما جا هو كلش بالمكتوب رب العالمين. بس اخاوتي كاينه اسباب، كاينه يعني انسان سبحان الله العظيم حضر انايا ما على باليش كيفاه مداير وانا نمشي فيه 100 ونقول بالك استرني ربي، ولا ترى كيما هنايا راهي صابون خلاص تقول لك امشي 40 ولا 45 ولا 20، وروح انا هنايا نمشي 120 بيان سور راح نقيس الناس وراح نقيس روحي. وراح الانسان لازم خاوتي يحافظ على روحه، وحنايا كل ما نقاسوش في الجيب والله العظيم انا لاحظتها، انسان كل ما تقاسوش في جيبه ما يحترم لا قانون المرور، ما يخاف حتى تنحي له راسه، ما ينقش في السرعه هذه ولا ما يحترمش قانون المرور. هذوك اللي عاد الليل وعاد النهار وعاد الرادارات وعاد اسمه انينا نمشي 20 ولا عاد ما كان والو وطاحت الظلمه نوليو كي نتاع الغابه هذوك اللي هذا يدور على هذا. سبحان الله العظيم لازم تكون توعاه وخاوتي شويه، الانسان يخمم في روحه وما يخممش في الناس. وش حال من واحد راه يطايش، وش حال من واحد يعني من حوادث المرور، انا حطمنا الرقم القياسي والله العظيم نورمالمون ما نحكيوش على الموضوع هذا. صح يعني الناس صغار وكاينين درك والله كبار ويعني تقعد حير فيهم. البارح انا هنا في واحد الرومبو هنا في بجايه كار ها 70 واحد، والله يصدقوني راني قبل الطريق والله دوبلا في الرومبو، رومبو دوبلا على قوش يعني سبحان الله العظيم. وكي قلت لهم بعد لحقته في الاخر قلت له انت وش بيك هذا الدوبلي في الرومبو، يضحكوا عليا ولات يعني ما على باليش معليش انا راني صح عطلتهم ومشرجي، بصح غير يفوت الرومبو هذيك تولي دوبل بوا ويدوبليني نورمال. ومن بعد لقيتهم قاري تايا تحرق رومبو وسوسون تير دي قدر تلاقى مع شيمي ولا تلاقى مع واحد جاي سارع ولا طوموبيل تولي دير كارثه. ومعليش كون جيت وحدك ربي سال عليك، راح تتقلب في واد ولا ربي سال، بصح الامه المشكوره 70 واحد ولا 60 واحد معاك وما كاش من قال لها واش درت ولا من شاف الناس رقود. هذه في الليل جوه 8 تاع الليل والله. كاين امور اللي ما تقدرش تصورها الانسان، ما يقدرش يعني ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا ان شاء الله يا ربي. البلاصة هذه خضراء الله يبارك ما شاء الله، البلاصة هذه يقولوا لها سانسونيك، ان شاء الله ان شاء الله تعمل المطر هذه كامل الجزائر كاملة ان شاء الله. اليوم راهي الثلاثاء 1/2/2020
رب إن شاء الله يجعله عام خير وبركة علينا إن شاء الله يا ربي، وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله ربي يحفظكم ويستركم خاوتي من آفات الطريق. وكاينين خاوتي كاينين خاوتنا راه ما يسقسيو، يعني يقول لك مبتدئين وخايفين في السياقة، ويقول لك أنا باش ما نديرونجيش الناس واش لازمني ندير. الإنسان كيعود يقول كيما هكذا لازم يعني باللي راه مازال يعني ما ساقش مليح، لازم تخدم مع سائق مساعد سائق لمدة سنة ولا سنتين، وباش تعرف قيمة الطريق وتعرف قيمة العقبة وقيمة الهبطة وقيمة الشاحنة اللي راك تسوق فيها. ماش انه الانسان ديركتو منين نعطيه له البيرمي يروح ينقز في كاميون ومن بعد يعود يسقسي، ما تصلحش يا خاوتي. لازم الانسان يخدم مساعد للسائق يعني كونفايور باش تقدر تخدم انسان باش يروح ويدي مركبة مانيش عارف كيفاش وهو جامي ساق. رمت قد ما نعتلك وقد ما نحكي لك وقد ما نقدرش نعتلك، لازمك تخدم مع مساعد سائق مساعد للسائق. ما نقدرش انا نفهمك هنايا ولا نقول لك كيفاش تسوق. معليش لازم الانسان تكون عنده ارادة وتكون عنده جرأة يعني باش يسوق شاحنة، بصح مش لدرجة انه الانسان يروح يريسكي. ويحاول الانسان يعني حتى اللي راح يتعلم عنده يعني اللي راح يتعلم عنده ما يكونش يعني من الناس المسرعين وما يكونش يعني من الناس المفرفطين. علاش راح تتعلم تبقى تسرع طول حياتك معاه؟ الله يبارك ما شاء الله. تتعلم تبقى تتعلم بالعقل، تبقى بالعقل تتعلم السرعه انت عم في الوجه، تبقى دائما يعني تسوق في الوجه حتى وجي نهار واحد اخر وتكبر ولا حاجه. وكاينين اخرين تربوا على السرعه هذيك ما يقدرش ما يعرفش يمشي اصلا بالعقل. الله يبارك الله يبارك، اللهم اغثنا غيثا نافعا ليس ضار يا ربي. وخوتي السياقة راه فن وأخلاق وتربية. الإنسان كي يسوق حاجة لازم يتفنن فيها ويعرف قيمتها. كي تعود حتى كي تعود تسوق ومفلوج وتسوق تتعب بزاف وتركز ياسر ويعني ما تمتعش بالقيادة نتاعك. الله يبارك. أنا هنا لحقت للسكة تاع القطار هذه عندها حارس، يعني هذه ما كي تجي داخل فيها لقيت الحارس مسكر بارير غير حبس. هنا خرجنا من سانسونيك خاوتي، راني داير واحد المبادرة انت غرس الأشجار بالعقل باك نفوت هذه وروح على راك هز الغاشي معاك روح أخويا. ها راني داير واحد المبادرة انت غرس الأشجار، كل ولاية نغرس فيها شجرة. ادعيونا ربي العالمين، قدرنا ربي العالمين على فعل الخير وقدرنا ربي العالمين باش نجيب لكم جديد ان شاء الله. ويعني كاين واحد الاخ واحد المحسن من ولايه سطيف يعني هضر معايا وقال لي ودي نبعث لك دراهم وغرس لي شجره، عنده وليد مريض ربي ان شاء الله يشافيه ويعافيه. المهم وهضرت عليها انايا واقترحت عليكم واكثريه الناس قالوا لي معليش ونقاتي وهز من عنده هذاك المليون وغرس ودعي له ربي العالمين بالشفاء. هو قلت له ودي روح غرس وحدك ومنا، قال لي ودي لا وانا ما نقدرش وانايا وانت راك كل يوم في ولايه يعني ما نقدرش. قال لي باش ندير كيما دير نتايا اديو كل يوم. وانا قلت له ودي راني نخاف ومنا والامانه راهي صعيبه وما نقدرش انا ندي دراهم الناس وقادر نغلط، قادر الانسان قاب الطريق كش ما يصرالو بعيد الشر قادر حاجه ما نقدرش. من بعد كي اقترحت على خاوتي قالوا لي عادي يعني و ايا المهم اقبلت يعني وقال لي نبعث لك وكلش. راح نقول له معليش ابعث. ومن بعد ماني شاب قاعد نشوف الفيسبوك لقيته داير نداء يعني لولده باش يديوه له الخارج يعاونوه. كي دخلت صدفه انا مانيش عارف، انا قال لي راه وليدي مريض نحوس يرتاح على الاقل 50%. ما قلتلوش وش بيه والله
من بعد هو معوق حركيا. من بعد كي دخلت انا يا ولقيتو في كل مسكين في كل صفحه في كل جروبات في كل اسمو حطوا وليدو باش الناس تعاونو تديه لتركيا. هذا نقدر انا نقولو بعث لي الدراهم ونروح. هو يحوس من يعاونه، هو مسكين على جال وليدو دار هذه المبادره هذه. انا ما نقدرش والله العظيم، انا يا معليش انا لبغى نغرسو باسمه ونحيه من لحمي هذا المليون هذا باش نروح للسيد هذا ونقول له ابعث لي. والله ما قدرت يعني، لا بغات موت عليا ولا مانيش عارف درك نشوف كيفاش ندير معاه. بربي ان شاء الله نحاول، وكل شجره نغرسها يعني نقول يا ربي العالمين باسم هذا الطفل هذا اللي راه في ولايه سطيف ان شاء الله ربي شافيه يا ربي اجلا وعاجلا. يعني والله العظيم يعني تشوف حوايج كيما هذا وتتاثر. ما قدرتش انايا باش نروح نقول له فوالا خلاص ابعث لي وهني قبلته. ما نقدرش حتى هو يبعث لي دروك، حتى هو يقول لي نقول له لا بارك الله فيك انايا شي لاح تبعثوا انايا انا نخلصوا. لا غالب خاطرش هو وحاب من يعاونوا، انا نورمال نروح نعاونوا في الاخر مش نزيد نحيلوا انايا ونزيد نروح عنا. ربي ان شاء الله هو كي هدرها باذن الله باذن الله راه كانه دارها. ربي ان شاء الله يتقبل منه وربي ان شاء الله يشافي له ربي العالمين وليده هو وليدات الامه الاسلاميه كامله يا ربي العالمين. ادعي له ربي العالمين يشافيه ويعافيه ان شاء الله وينوض على رجليه ان شاء الله وفرح العائله نتاعو يعني ويشافيه ربي العالمين ويتهنى من المزيريه اللي راه فيها. خوتي هنا نقول لكم تهلا في رواحكم، ادعيوا لنا بالخير وعاونونا باللايك وبالجرس وبالكلمه الطيبه وادعيوا بالشفاء القفيل هذاك. ربي ان شاء الله يشافيه ويعافيه وربي ان شاء الله يحفظنا ربي الجزائر وربي ان شاء الله تطلع لنا القناه. عاونونا باللايك وبالجرس وبالكلمه الطيبه والناس اللي راهي يعني مشتركه يعني تدعي لنا ربي العالمين تطلع لنا القناة هذا ما نقولوا باش يستفادوا الناس ونديوا أجر إن شاء الله لنا والأمة الإسلامية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.